يا هلا بالطلاب الأعزاء والطلاب الطيبين. احنا هسه مثل ما فهمتكم، انتم فريق A وانتم فريق B وانتم فريق C. يعني على سبيل المثال stand up A sit down A, stand up B sit down B, stand up C good sit down. ممنوع واحد يغير مكانه، يعني اذا واحد راح لغير فريق قل له لي عاليه وش حكي؟ تعال، شو راح نتعلم اليوم؟ هاي الكراسه تجيبوها، هاي حتى نستعملها في التعلم. شلون ندرس استاذ؟ شلون راح ندرس؟ مثلا هسه كلكم نجي نشوف. هاي الكلمه شنو هي؟ شنو هي؟ اي. شنو معنى اي؟ انا. يو. بالمناسبه اخاف اكو طلاب يقول لك انا ما اعرف اقرا، هو جاي يعلمك، هسه احنا جاي نعلمكم. فليك تعلم ويانا. شو معنى يو؟ Again. لا نعيد، شنو هاي؟ Good. شنو هاي؟ Go. شو معنى go؟ يذهب. Stand up A. Hello A. هاي كلمة شنو؟ Sit down, good. هاي درجة الفريق A. جوابهم حلو بس شوية ضعيف. Stand up B. Hello B. Hello. What is this? I. You. Go. Good. Sit down. Stand up C. Hello C. Hello. What is this? I. You. Go. Good. Very good. زين. شنو معنى I قلنا؟ وانت يو يذهب go. اذا اريد اقول stand up A اذا اريد اقول انا اذهب I go. Go. I go. Go. Good. هاي درجة لكم. Sit down. Stand up B. Hello B. Hello. اذا اريد اقول انت تذهب you go. You go. مو go. Go. جيد. Sit down. Stand up C. يا الله كمكة الحاسبة. شنو هاي؟ على سبيل المثال. اوكي لا خليها بعدين. اوكي نرجع هسه. إذا أريد أقول أنا أذهب I go. go. جيد. Sit down. نجي ناخذ كلمة أخرى. شنو هاي الكلمة؟ سي. سي. شنو معنى سي؟ أوكي. هاي الكلمة؟ مو بلاي. لا مو بلاي. أنتم تقولون بلاي. غلط بلاي. شنو؟ بيها نفخة مال الهواء. بلاي. من تقول الب شوية تنفخ هواء وياها. Play. 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 Okay. Stand up A. إذا أريد أقول أنا أرى. I see. Sit down. Stand up B. إذا أريد أقول أنت تلعب. You. Play. Sit down. Stand up C. إذا أريد أقول أنا ألعب. I play. Play. I okay. كل واحد إلى درجة جيد. واحد واحد واحد. جيد جدا. I play. زين. روح الكلمة أخرى. I play. شنو هاي؟ shop. شنو هاي؟ مو shop. 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 شنو معنى shop؟ إذا أريد أقول المحل. The... طيب. إذا أريد أقول أنا أرى المحل. The shop. I see the shop. Okay, I see the shop. I see the shop. What do you see? I see the shop. What do you see? I see the shop.
اوكي نجي على هاي الكلمه، شنو هاي الكلمه؟ معناها في. طيب طيب ركزوا يا ركزوا يا سنداب اي. انا العب في المحل. خربطين خربطين، راح اعطيكم بس درجه واحده عبان، انا اعطيكم درجتين. I play in the shop. Sit down. طيب stand up B. Hello B. Hello. أنت ترى المحل. You see the shop. You see the shop. درجتين ال B. جيد. Stand up C. هلو سي. هلو. إذا أريد أقول أنت تلعب، العفو، أنت تلعب في المحل. يو خربطين. أعطيكم بس درجة واحدة. يو بلاي إن ذا شوب. طيب شنو هاي؟ تو. تو. شو معنى تو؟ إلى. إذا أريد أقول أنا أذهب، أنا أذهب إلى المحل. Shop. I go to the shop. إذا أريد أقول أنت تذهب إلى المحل. You go to the shop. You go to the shop. طيب إذا أريد أقول أنا أراك في المحل. I see you in the جيد. I see you in the shop. I see you in the shop. طيب دقيقة دقيقة. بس هاي شلون راح تكتبها؟ تبع عليها. لازم كتابتك تصير مرتبة. شنو أريد من عندكم؟ أريد من عندكم طلع دفتر إنجليزي. إذا ما عندك دفتر إنجليزي طلع أي دفتر. اوكي ركزوا ياي. يلا ترى تاخرتوا حيل. شوفوا ياي. اذا اريد اقول انا العب. شلون احتياج؟ دائما الاي تاخذ ثلاث خطوط الى الاعلى. ثلاث خطوط اي. خوش حكي؟ من يقدر يكتبها صح؟ يلا اكتبها، اللي يكتبها يجي يراويني. لا بس انا. هاي شوفها. راح اعيد كتابتها، راح اعيد كتابتها. شوف 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 شوف. شوف شوف يا ابويا. ما جاي تتنوعون. تبع علي خلينا ارتب لك اياها. اريد اقول انا. الاي تاخذ ثلاث خطوط الى الاعلى. اكو ثلاث خطوط الى الاعلى وثلاث خطوط الى الاسفل. الاي ثلاث خطوط. يا من يراوينا؟ بطل. جيد جيد جيد. دير بالك. جيد جيد. حلو. ابطال. جيد
ورد لا ثلاث خطوط ثلاث خطوط راح تقول استاذ مواني دفتر عربي انا قلت لك لازم تجيب دفتر انجليزي جيد 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 اوكي حلو استريحوا هسه تعال خلاص 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 الوقت اذا اريد اقول انا ارى انا ارى ايش راح نسوي؟ راح نكتب السي بس السي شوفوها الاس خطين والاي ها شو 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 سويت انا اكتب عليه تركت مجال انا تركت مجال كلمة سي ما بيها مجال بين الحروف الحروف يعني كلش قريبات اسمع اكو طلاب شو يسوون؟ يكتب لي السي هيجي شلون يكتبها؟ يكتب لي اياها اس يترك مجال يكتب لي هنا اي وهنا اي هاي ما اقبلها اريد سي حروفها قريبة يلا جيد بس لا حد يجي منا على مود الكاميرا لا حد يجي منا وين الاي؟ وين الاي؟ استريح مو زين غلط تدري ليش غلط؟ تعال هذين الاي والاي ليش نازلات لي جوا غير هنا؟ ركز جيد لا تدري ليش لا؟ لان خطوط العربي اول شيء هذا العرب ثاني شيء هسه ما يخالف حتى لو بالعربي طلع صفحه جديده الاي ثلاث خطوط واترك مجال واكتب سي خطين جيد جيد لا احنا قلنا خطين ليش عابر الخطين ايش يكون بالخطين جيد 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 ها احنا مو قلنا ده حبايب منا لحديد اوقف قدامي تمام تمام لا تعال يما هاي ليش صاعدة لفوق؟ هاي الكلمة ليش صاعدة لفوق؟ شوف هسه انا بسويها لي جوا يعني تكتبها هنا تمام 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 لا الاي ثلاث خطوط والسي بصفحة اكتب لي بعد اي حلو 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 جيد 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 يلا استريح كافي جيد جيد استريح لا ليش لا تعالي انت السي صح الاي ثلاث خطوط الفوقانيه اوكي بعد لا صفر اوكي انا بالانجليزي اي ارى سي انا ارى اي اي سي انا ارى شوف راح اترك مجال ذا شوف شلون كتابة ذا حروف قريبة وهاي الاي صف المحل لازم هم اكتب شاب شوف 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 بس اتبع علي شو راح اكتب اس وهذا الاش قريب شوف شوف شلون بعدتها الا شاب او البي نازلة لو صاعدة شوفوها نازلة اذا هم اكتبها نازلة شاب اي شنو معنى اي سي ذا شاب انا ارى المحل انا ارى المحل هذا صور خلص تصوير وانا اتصور طق صور ببالي شو زين يعني ساعه لا تجي منا جيد جيد لا تعال تعال هاي مو بيها طويله اللي فوق روح صحح صوريها ببالي شو زين يعني
لزمناك، تعال تعال. ليش تارك مجال بين هذا الحرف وهذا الحرف؟ وليش دني مخربطهم؟ هذا خطين وهاي قريبات والبي نازلة لي جوا، هذا شغلك مو حلو. صح صح. لا مو نازلة فد مرة، من هنا من النص وتنزل. استريح. جيد جيد. لا حروف، ليش مفارقات الحروف؟ مجال بين الكلمة مو بين الحرف، يعني هاي وهاي تترك مجال، بس هاي ما بيها مجال، هاي وهاي تترك مجال، تتارك لي مجال بين الحروف. سحن. لا عيدهم هنا عندك غلط، روح صح شوف الغلط وين. جيد جيد. غلط، روح شوف وين الغلط مالتك، الكلمة الأخيرة بيها غلط. جيد جيد جيد. اترك مجال بين الذشب وصححها. جيد. تارك مجال بين الاس وبين الاتش، قربهن. جيد 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 جيد. حلو جيد. يلا خلاص الوقت. تعال تعال. ليش وين ال وليش تارك مجال بين هذا الحرف وهذا الحرف؟ احنا قلنا الكلمة الوحدة مثل هاي ما بيها مجال بيناتها. خوش حكي؟ يلا حبيبي. جاي سريع سريع. يلا قلبي، يلا يا عيني، يلا حبي. تمام؟ جيد صريح. خلاص خلصنا هاي الجملة، خلصنا هاي الجملة. I see the shop. شو معنى I see the shop؟ طيب سطر جديد، نروح إلى كلمة جديدة. شوف هاي الكلمة، أنا بالإنجليزي شنو؟ كتبنا I. أرى. شوف راح أترك مجال، شوف تركت مجال، بس السي من نكتبها الحروف مالتها ما أعيف بها، ما أعيف بها مجال. أراك أراك. من يقول لي لا تكتب هسه؟ لا تكتب، اللي أشوفه يكتب يتعاقب، اللي أشوفه يكتب يتعاقب. أنا أرى سين. إذا أقول أراك سي، شوف 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 راح أكتب، أحد يكتب، راح أكتب اليو أراك. شوف اليو، اليو نازلة لي جوا مو، إذا لازم أكتب اليو لي جوا وبصفها. لا أحد يكتب، صفها يو. شوف أنا خربطت، ليش؟ المفروض على الخطوط، على الخطوط. I see you. عافية. I see you. في ال ان هم شوف بعدتها عن اليو. I see ان ال the المحل شاب. هاي الاس، شوف هذا الاش صاعد لفوق، هذا صاعد لفوق، اذا انا هم صاعد لفوق، بس قريب قريب كلش. والاو بالنص لان هو صغير، كل الحروف الصغيره بالنص. وهذا البي نازل لي جوا، اذا انا هم انزله لي جوا. من يقرا لي هاي الجمله؟ يلا. غلط. Stand up A. Hello A. Hello. Stand up A. Stand up. يلا. What is this? I see you in the shop. Stand up B. What is this? I see you in the shop.
stand up سي. Hello سي. I see you in the shop. كل واحد إلى درجتين، كل فريق إلى درجتين. جيد. Okay. I see you in the shop. Look at this. I in the shop. شوفوا. No. Okay. In the shop. شنو معنى in the shop؟ بالمحل. خنشوف شكو بالمحل. Oh, this is shop. What is this? Shop. This is shop. And this is shop. This is. I see you in the shop. Okay. شنو هاي الكلمة؟ play. شنو معنى play in the shop؟ يلعب في المحل. شلون يلعب بالمحل؟ تعال نشوف. play in the shop. play in the shop. I see you play in the shop. I see you play in the shop. كتبوا لي هاي الجملة. يلا حبايب على الخطوط، ركزوا زين، لازم تعرفون شلون تكتبوها. باكر شو تسوون؟ الكراسة تجيبوها خوش وتجيبوها ملونة حتى تعرفون الخطوط الحمر من الخطوط. لا تستعجل، أهم شيء كتابتك حلوة، لأن إذا استعجلت وغلطت راح ترجع شو تسوي؟ تعيدها من جديد. شوية بعد الدور الكلمة عن أختها. جيد. لا تجي هنا، أوقف قدام. شغل مرتب. وراء. حلو، وراء. جيد. هاي الـ H لازم طويلة، وهاي الـ S قريبة عليها. ركب صحيحها يلا. بطل. جيد. لا، هاي نطق عليها الصفر. ليش؟ احنا ممكن كل كلمه تكتبها، يعني كتبت الاي السي ابعدها، هسه انت بعد السي، اليو هم ابعدها، والان ابعدها هنا، والذ ابعدها هنا، والشب هنا. يلا روح اكتب. جيد. حلو. البي ليش بعيده عن الاو؟ قربها. جيد. لا تجيب دفتر انجليزي على لازم تجيب الكراسة حتى تتعلم، هيك ما ترهم. جيد. حلو. جيد. كملنا. وارد. تعالوا يا أبا خلنا نسولف هسه. نجي إلى فريق A. Stand up A. Hello A. Hello.
الملزم العفو الكراسه اللي راح تجيبوها ممنوع تكتبون عليها بالبيت خوش اوكي هلو اي هلو اي تيل مي اذا اريد اقول انا اذهب الى المحل سي قالوا سي غلط سي غلط 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 ما لكم درجه بالمناسبه اذا انا اسجلها راح احط عليهم درجات مال الامتحان غلط سي داون بي هلو بي إذا أريد أقول أنا أراك أنا أراك تذهب أنا أراك تذهب إلى المحل غلط غلطة واستريحوا ما لكم درجة لا لهم درجة واحدة لأن كملوا نص الجملة أوكي سدب بي هلا سي هلا سي سدب سي هلا سي هلا إذا أريد أقول أمتى تلعب في المحل بلاي ان ذا شوب درجتين جيد هلو اي هلو اذا اريد اقول انا اراك في المحل اي سي يو ان ذا شوب فيري جود سيت داون هلو بي انا اراك العفو انا انت تذهب الى المحل انت غلط صريح صريح انت تذهب الى المحل you go to the shop سي هلا سي انت ترى المحل غلط انت ترى المحل you see the shop مو in the shop ما لكم درجة صريحة اوكي تمام لا تنسون من تجيبون تحفظون الدرس الاول ذن الكلمات خوش حكي اللي هي صفحة 2 هاي شكلها لازم تجيبوها طيب معليش انقطع الانترنت اوكي 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 معليش نجي هنا هسه هلو 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 وات از ذس لا لا كذا اريد اقول انا اخذت اطلع وات از ذس لا اذا اريد اقول انا ارى الاسود اي سي بلاك وات از ذس وات ذا كلر What the color يعني شنو لونه؟ What the color? Blue. What the color of the book? Blue. Blue. Okay. What the color? Black. What the color? Blue. Okay. Blue. Okay. So tell me about this. Wait. لونها ضعيف اوكي tell me what is this what the color of the book orange Good. Orange. What is this? Book. What's the color of the book? Good. What is this? Book. What's the color? Blue. Blue. What is this? Bag. What is this? Bag. إذا أريد أقول أنا أرى الحقيبة. I see. What is this? Book. إذا أريد أقول أنا أرى الكتاب. في الحقيبة I see book in the bag What is this? No, red هو brown What is this? Brown What is this? Brown Okay, step down A
What is this? Book. What's the color of the book? Blue. What's the color of the bag? Pink. Brown. Good. ثلاث درجات لكم. واحد اثنين ثلاثة. Stand up, see. B. Hello, B. Hello, B. What is this? Bag. What's the color of the bag? Pink. غلط بس درجة واحدة. Sit down. Stand up, C. Hello, C. Hello. What is this? Book. What's the color of the book? Blue. Good. Look at this. Okay. What is this? Bag. Bag. What's the color of the bag? Blue. Oh, blue. Good. This is blue. And this, what is this? Bag. This? Brown. Good. Three. One, two, three. Okay. What is this? Ruler. What is this? Ruler. What is this? Rula. 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 Okay. إذا stand up A. أنا أرى المسطرة في الحقيبة. I see. درجة واحدة. استريح. خربط. Stand up. Hello. Hello. What is this? Rula. طيب إذا أريد أقول أنا أرى المسطرة في الحقيبة in the bag. Stand up, see. Hello, see. What is this? رولا. إذا أريد أقول أنا لا استريح أنا أرى المسطرة في المحل. I see the ruler in the shop. درجة واحدة. Okay. شريد من عندكم هسا الدرس الجاي. عارف؟ اسمعني. الدرس الجاي. هاي الكراسة تجيبوها. وذن الكلمات حفظوها. بس أي تحفظ الكلمة معناها. اللي يقول استاذ أنا ما أعرف الكلمة معناها. شو تسوي؟ راح انشر الفيديو على صفحة ابي تمام شوفه خوش حكي من عنده سؤال